بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات الجديدة في اوتوكاد 2018، لو انا ساحب ملف تاني التاش، تمام، ممكن اكون ساحب ملفات كتيرة والملفات دي كلها المسار بتاعها اتغير، فاعمل ايه؟ لو انا عندي كتير مثلا والمسار بتاعهم اتغير، باجي هنا بلاقي حاجة جديدة اسمها select new boss. ده هيتعمل لاي ملف الباص بتاعه اتغير او بيروح للباص دوت ما بيلاقيش الملف، فسلكت نيو باص، بختار الباص الجديد، اختار الملف اللي انا عايزه، بقول له اوبن. هو اوتوماتيك لو في اي حاجات مسحوبه تانية والريفرنس بتاعها مشكله بيبدا يعدلها.